بعد رحلي طويل كتير وصلت للمكان اللي قصدته، السويد. تعرفت على صديق جديد اسمه عمر يلي اجا لهون بنفس طريقتي. عمر ما خلاني نام طول الطريق وطول الوقت عم يحكي. على فكرة هو بيحكي كتير بس بنفس الوقت كتير لطيف. نحن اتنين عم نستنى حدا ياخدنا من هون. اها، كأنه في حدا اجا. معقول جاي خلصنا من كلام عمر يلي ما بيخلص؟ لا ما بظن، كأنه جاي ياخد عمر. أنا سألته إمتى رح يجي حدا وياخدني من هون، بس هو ما عنده أي فكرة وقال لي فينك تستنى شوي. بما أنهم عم يحكوا بلغة تاني فما عم أفهم ولا حرف من اللي عم يحكوا، بس بعتقد أنه عم يشرح لعمر لوين رح ياخده. شكرا عمر لأنك شاركتنا رحلتي وبتمنى لك حياة سعيدة. هلا شو بدي أعمل ومين اللي رح يجي ياخدني؟ تيريزا بتشتغل بمكتب البلدية وكرم بيشتغل كمترجم. آسف كتير، نسيت أعرف عن حالي. اسمي حامد وجيت هون كلاجئ، وهي القصة عن حياتي جديدة. وأخيراً وصلت لبيت جديد.